السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه سكول اي اي. الموقع ده جميل جدا، بتسمح لك كمحاضر ان انت تعمل سبيس والطلبة تبدأ انها تشارك فيه. ممكن سبيس مثلا خاصة بتعليم حضارة المصريات او علم المصريات، واحد مثلا خاص بالفلك وهكذا. ممكن تسيبها مفتوحة الناس كلها تقدر انها تدخل، او خاصة بكلمة سر معينة تديها للطلبة بتوعك. عاملة زي شات جي بي تي، لكن هنا انت مشرف على الطلبة بتتكلم في ايه او بتتعامل في ايه وهكذا. هنا مثلا سقراط، فانت بتناقش سقراط، فممكن تسأله اي سؤال انت تخطر في بالك. ممكن تقول له مثلا انت طبعا مش بتعمل تحضير ارواح، انت بتتكلم مع الشخصية الافتراضية اللي هو واخد كل المعلومات الخاصة بسقراط وحطيتها، فتقدر انت تسأله ويقول لك ان هو فيلسوف يوناني وهكذا. طيب خلينا نقول له مثلا ساين اب. عملت حساب وقلت له اسم المدرسة، لو ما عندكش اسم مدرسة ممكن انت تكتب اسم، تعمل واحدة جديدة يعني. تمام. الرولز، هل انت محاضر ولا ايه؟ بيقول لك بقى اعمل دعوة لزملائك وكده، فبتقدر ان انت تعمل انفايت. تمام، ممكن نعملها سكيب. طيب هتلاقي عندنا هنا بقى شويه امكانيات حلوه، فايند سبيس، يكون في اكتر من سبيس، او تعمل انت سبيس خاصه بيك وتبعتها للطلبه. يعني هعمل سبيس مثلا انا بدرس مثلا عماره، فبقول لهم خشوا على الغرفه دي وابداوا اعملوا شات. طيب خلينا نقول له كريت سبيس، ينفع ان هو اعمل كده. طيب التايتل هسميها مثلا اي اي بيم. تمام. البرومت اللي اشرح بقى الاكتيفيتي، مثلا بيم ميثودولوجي. تمام. طيب لو انت بقى عايز تعمل كفر ايمج، لو انت عايز تعمل سب تايتل، لو انت عايز توصف التيتشر المعلومات، المعلومات الخاصه بالطلبه. تمام. ممكن بقى تبدا تعمل ستارت ريفيو وتبدا، ده اللي هيجي انت بقى محتاج ان انت تعدل فيه، موافق عليها، هل انت عايز تعدل عليها. تمام. ممكن بقى تدي له البرومت اللي انت عايزه وهكذا، ممكن تسيف. فاحنا كده عملنا غرفة، وطبعا ايه ده الكود اللي انا المفروض ان انا ابعته للطلبة بحيث ان هم يتناقشوا مع البرنامج. تمام. لكن تحت الشرف بتاعي ده السبيس كود بتاعه، هو بس يكتب اسمه عشان ابقى عارف مين اللي دخل. تمام. واقول له جوين. تمام، عشان بس اتاكد ان هو فاهم انا بتكلم عن ايه. قال لي ستاندرد البيلدينج انفورميشن موديلنج، ده تشتغل ويت تو كرييت ديتيل 3 دي موديل. طيب خلينا نجرب بالعربي، هل ممكن توضيح اكثر؟ لان هو نموذج لغوي، فممكن يكون متدرب على اللغات او لسه في الاول بيبدا مع. طيب هو فهم الحاجه بس جاوب عليها بالانجليزي. طيب ارجو الاجابه بالعربي. على فكره اثبتوا علميا ان انت لما تتكلم معاه باسلوب مهذب بيديك اجابه افضل. تمام. شفت، لو انت قلت له جاوبني اه والكلام دوت، هتلاقيه ايه جاوب بالصيني. تمام. ما اهم المصطلحات في البيم؟ طبعا دي بقى الصفحه بتاعتي، فممكن بقى احط صوره هنا، ابدا اعمل شويه حاجات. لاحظوا ان انا عامل حساب مجاني، ما دفعش اي فلوس خالص. تمام. فدي ميزه كويسه، وبدا ان هو ايه يحط لي بعض المصطلحات 3 دي موديلنج وهكذا. انا كمحاضر بتبدا تظهر عندي مين اللي دخل ومين اللي كذا، فاعرف ان الراجل ده يعني صاحي معايا ولا دخل بيسال عن حاجات مالهاش علاقه. يعني ممكن يكون بيسالوا ايه الفرق بين الجرجير والبقدونس، عشان بنتلخبط كتير، والشبت ما يعني في لخبطه كتير بينهم. تمام. ف
فانا عندي اهو ان انا اقدر ادعوهم للغرفه، واسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، او ممكن حتى العلامه ظهرت عندك ممكن تعمل لها اسكان. تمام، فكده اهو بدا يكتب المصطلحات. تمام، وتقدر انت تتكلم معاه بالمايك، وتقدر تقول له اقرا لي الكلام اللي موجود. فدي كلها مزايا جميله جدا في الموقع الجميل. هو عمليه رقميه لانشاء نماذج. تمام، النوت بتاعه كويس. تمام، دي السبيس، انا كده عملت سبيس موجود اهيت. تمام، فان شاء الله يعني الموقع يعجبكم، يا ريت تشاروه مع الناس، واي حد يعمل غرفه لاي حاجه يا ريت تحط لنا كومنت اسفل الفيديو دوت. تمام، في ممكن تختار بقى اي هيستوري، نعمل تحضير ارواح لشخصيات تاريخيه. تمام، اختار بقى الشخصيه اللي انت حابب ان انت تتناقش معاها، ليوناردو دافنشي طبعا. اها تمام، ممكن في اوبشن هوت. تمام، ممكن نقول ستارت ريفيو ونبدا نشوف الشخصيه التاريخيه ليوناردو دافنشي. فممكن اهو دي بقى الغرفه لو انت عايز ان انت ايه الناس تبدا تتناقش معاك. في على فكره تولز كتيره جدا غير الفكره بتاعت ان انت تتناقش مع شخصيه. لو قلت له تولز، بص دي كلها تولز. الليسون بلان، تقول له مثلا عايز تحضر لي الليسون بلان عن موضوع معين، او انا عايز كورس اوت لاين عن كورس مثلا لتاريخ العماره. جربهم كلهم تقريبا، جميله وجميله جدا يعني، ما عدا الجوكس يعني ما بيقولش نكت حلوه او ما عجبتنيش النكت، ممكن تعجبك. ممكن تقول له ترجم لي، فيبدا ان تدي له اي حاجه يترجمها لك، ترجمه افضل بكتير من باقي المواقع. ف حاجه خطيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله الموقع يعجبكم، يا ريت تعرفوا الناس بالموقع دوت، كل الناس اللي هي بتدي محاضرات ودروس ان شاء الله يعجبهم باذن الله. السلام عليكم.